بعد سن 50 امرأة من كل 3 نساء تصاب بهشاشة العظام، ورجل من كل 5 رجال يصابون بهشاشة العظام. سنابة طولها 9 ثواني، خلال السنابة الواحدة 3 كسور تحدث بالعالم بسبب هشاشة العظام. باختصار، اللي يحدث في هشاشة العظام أن يكون في نقص في كثافة العظم، فبالتالي نقص في قوة العظم، فبالتالي يكون أكثر عرضة للكسر. للأسف ما في أعراض واضحة لهشاشة العظام، غالبا ما ندري عنها، ما يشخصها الطبيب إلا بعد ما يكون فيه كسر. ميزة الكسر اللي يكون بهشاشة العظام أنه كسر من إصابة غير متوقع أنها تسبب كسر، يعني إصابة خفيفة لكن يصير فيها كسر. أول شيء، النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال. كل ما تقدم الإنسان بالعمر كل ما زاد الخطر، وخاصة بعد عمر 50. الناس اللي عندهم تاريخ مرضي بالعائلة في أحد أصيب بهشاشة العظام، وأيضا الناس النحاف، النساء اللي تنقطع عليهم الدورة، وأيضا الناس اللي نمط حياتهم غير صحي، الناس اللي يشربون الكحول، الناس اللي يدخنون. السبب في أن النساء بعد انقطاع الدورة يكون أكثر عرضة للإصابة بالهشاشة، لأن الهرمونات الأنثوية اللي كانت تفرز قبل تعطي وقاية للعظم، والحين ما عاد فيه هرمونات أنثوية. أيضا من الناس الأكثر عرضة للإصابة اللي عندهم نقص في الكالسيوم. بعد ما تظهر الأعراض اللي ذكرناها، وأحيانا قبل ما تظهر الأعراض عند الناس اللي عندهم خطورة الإصابة، ممكن طبيب يسوي بعض التحاليل. طبعا طبيب ممكن يطلب بعض تحاليل الدم تشمل فيتامين د، الكالسيوم، التحاليل العادية. طبعا زي ما قلنا، فيتامين د والكالسيوم إذا نزلت ممكن تؤدي إلى إصابة بهشاشة العظام. طريقة التشخيص النهائية عن طريق أشعة ديكسا. الأشعة هذه زي الأشعة السينية لكن فيها مصدر للطاقة، وبالتالي تبين إذا فيها هشاشة بالعظام. يكون في إشعاع سيني عادي زي الأشعة العادية يوجه إلى منطقة من العظم، أحيانا نسويها باليد، أحيانا بالحوض، بالسقان. بناء على النتيجة اللي تطلع من أشعة الدكسة، الطبيب يحدد هل أنت مصاب بالهشاشة أو لا، ويبدأ بعدها العلاج. بداية تغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي، غذاء صحي، ممارسة الرياضة، ونركز على أنواع الرياضة، أن يكون فيه إذا كان فيه استطاعة رياضة مقاومة وتقوية العضل. نتأكد من نسبة الكالسيوم وفيتامين د، وإذا في نزول لابد تأخذ الجرعة العلاجية بوصفة الطبيب ومتابعة الطبيب. بالنسبة للعلاج الدوائي ما في فائدة من أذكره لكم، لأن لابد يكون بوصفة الطبيب وتحت إشرافه. لكن السيدات إذا كانت منقطعة الدورة، قد الطبيب يعرض عليها أخذ علاج هرموني، حيث أن العلاج هذا يعوض نقص الهرمونات الأنثوية اللي يفرزها الجسم، وبالتالي يزيد من قوة العظم. شكرا على حسن الاستماع، اتمنى قدمت لكم ماده مفيده. اللي تعرفونه يعاني من الهشاشه او عنده عوامل خطوره ممكن يعاني من الهشاشه مستقبلا، خلوه يشوف كلامي عشان يستفيد. السلام عليكم.